أهلا بكم. بعد توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، بدأ الحجيج مع غروب شمس هذا اليوم مزدلفة، حيث يبيتون حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. وأكدت السلطات السعودية أن عملية انتقال جموع الحجيج إلى مزدلفة اتسمت بالانسيابية. التفاصيل في تقرير منال الخطيب. خير يوم طلعت فيه الشمس، إنه يوم عرفة. معه توافد جموع الحجيج للوقوف على جبل عرفات من زوال الشمس إلى الغروب في مكان وزمان واحد، تتوحد الألسنة بالتلبية. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبسلاسة وانسيابية منذ الفجر تقاطر ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم لهذا العام، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة. وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج. توفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الأعظم للحج. وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو أمراض مهددة للصحة العامة، ودعت الحجاج إلى الالتزام بالوقاية من الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب السوائل بكميات كافية أثناء تنقلاتهم. إذن ضيوف الرحمن يقفون في جبل عرفات اليوم وقد توحدت قلوبهم، ملبين لله تعالى، رافعين أكفهم تضرعا ودعاء لله عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة في مشهد مهيب.